هذا وقد اعترفت قطر بتخليها عن دورها في حماية منطقة الخليج العربي بعد أن اكتفت بإرسال ضابطين مراقبين ضمن التزاماتها في قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين في وقت لم يكن مقبولا فيه الموقف الرمادي من بلد شقيق. استفسرت عن هذا درع الجزيرة، ما في قوات قطرية أول شيء، بعدين في 2 ضباط مراقبين، هذا حسب قانون درع الجزيرة، قانون درع الجزيرة يلزمنا بالمشاركة في دول المجلس، أنت عارف. طيب. إحنا هالمرة تحفظنا وما شاركنا كقوة. طيب، بس في في ضباط اثنين من قطر. ضباط اثنين مراقبين، هذا في أشياء تلزمنا غصب. طويل العمر أبو خليفة، الآن الناس بتتعامل، يعني أنا أرجو أن تأخذون هذا الموضوع في الحصان، الناس بتتعامل مع القوات كقوات احتلال. شيخ انا مع كلامك، واحنا يعني انا الكلام يعني يجب اني ما اقول لك، احنا الموضوع دي احنا كقطر متحفظين عليه بسبب علاقه الاخوه والمواطنه، احنا الشيء دي متحفظين عليه ورفضنا المشاركه. انت عارف كقانون درع الجزيره يلزم كل الدول في المشاركه، احنا ضغطنا على انفسنا ما شاركنا كقوه، حاولنا ان ما المساله ما تتطور الى قوات والى طيران يوصل هناك والى والى طويل العمر. انا مو مطلع على القانون بالتفصيل، بس القانون اليوم البرلمان الكويتي عنده مشكله، بيستجوب الحكومه على هذا الموضوع. انا معك يا شيخ، انا معك وهذا صار واقع.